السلام عليكم طلاب صف أول متوسط. حل المعادلات متعدد الخطوات في زت. احنا اخذنا بالفصل الاول حل معادلات الخطوة الواحدة. الخطوة الواحدة اما يكون جمع نحوله الى طرح، او طرح نحوله الى عملية جمع، او عملية طلب نحولها الى قسمة، او قسمة نحولها الى ضرب، واخذنا امثلة عليها وتمارين بالفصل الاول. هنا يكون معادلات متعدد الخطوات، يعني المعادلة تكون بيها مرات جمع وطرح، واحيانا ضرب وجمع وطرح. فاحنا هنا نتخلص من العمليات، مثلا هنا عندي قيمة مطلقة اتخلص منها، اتخلص من عملية الجمع، وبعدين احولها الى معادلة خطوة واحدة واحلها بالطريقة السابقة. لاحظ اني هسه هنا عندي مجهول اللي هو واي، وبها ثوابت، الثوابت 22 وال 18، والقيمة المطلقة السالب 45. واحنا متعلمين بال الفصل الأول شلون نعالج هاي القيمة المطلقة، إنه نرفع القيمة المطلقة وبنفس الوقت الإشارة السالبة تكون هنا تنزل 45 موجب. هسا أول شيء أنا عندي هذا المتغير واي راح ينزل، أو المجهول عندي هنا سالب 22 موجب 18. نأخذ إشارة العدد الأكبر، الأكبر هو 22، ونقول 22 سالب 18 راح يصير عندي هنا سالب 4 يساوي القيمة المطلقة 45 سالب هي 45. هسه أصبحت عندي معادلة طرح، أحولها إلى معادلة جمع، أقول واي يساوي 45 زائد 4، واي يساوي 49. ناخذ مثال آخر، وهنا عندنا مثال آخر، الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين واي تقسيم 10 يساوي الجذر التربيعي للأربعة وستين مضروب في 6. أول شيء أتخلص من الجذور التكعيبي والتربيعي، فالجذر التكعيبي للسبعة وعشرين هو 3 مضروب بواي تقسيم 10 يساوي الجذر التربيعي للأربعة وستين هو 8 مضروب في 6. 3 واي هنا تقسيم 10، أتخلص من عملية الضرب هنا، 8 في 6 48. هسه أصبحت عندي معادلة قسمة، أحولها إلى معادلة الضرب، وثلاثة واي يساوي 48 في 10. لاحظ عدة خطوات، 3 واي يساوي 480. أصبحت عندي معادلة الضرب، 3 مضروبة في واي، حولها إلى معادلة قسمة، واي يساوي 480 تقسيم 3، والواي يساوي 48 تقسيم 3 16، والصفر ينزل. هنا عندنا مثال آخر، 4 مضروبة بالقوس واي سالب 5 يساوي 10 تربيع. هذا القوس أفتحه مثل ما تعلمنا بالفصل الثالث، انه الاربعة تنضرب بالواي تنضرب بالخمسة بعملية توزيع، اربعة في واي اربعة واي، والاربعة بالخمسة 20 يساوي 10 تربيع اللي هي 100. اصبحت هنا عندي معادلة طرح، احولها الى جمع، يعني اربعة واي يساوي 100، والعشرين تتحول للجهة الثانية تصير موجب 20. أربعة واي يساوي 120 جمعتها. هنا عندي معادلة الضرب، الأربعة مضروب الواي أحولها إلى قسمة، الواي يساوي 120 تقسيم 4، والواي يساوي نقول 12 تقسيم 4 3، والصفر ينزل. وناخذ مثال آخر، مثال آخر، جذر التربيع للستة عشر سالب واي سالب أربعة يساوي 5 القوة 3. الجذر التربيع للستة عشر اللي هو 4 سالب واي سالب 4 يساوي 5 في 5 25 في 5 125. لاحظ هنا موجب 4 وهنا سالب 4، واحنا تعلمنا هاي بالفصل الأول إنه تكون الإشارات مختلفة، والأشارات
أعداد متساوية سميناهم نظائر، وهذني نحذفهم، موجب 4 وسالب 4. شو بقى عندي؟ بقى عندي سالب واي يساوي 125. حتى أتخلص من هاي الإشارة السالبة نضرب في سالب واحد، نضرب المعادلة في سالب واحد. هذا السالب واحد ما راح يأثر، إحنا قاعد نضرب الطرفين، فهنا راح يصير عندي الواي يساوي، هاي بعد ما ضربتها بسالب واحد صارت موجبة، والمية وخمسة وعشرين أضربها بسالب واحد راح يصير سالب 125. وهنا عندنا مثال آخر، زد مضروبة في القيمة المطلقة سالب 7 يساوي 98 تقسيم 2. أتخلص من هاي القيمة المطلقة، زد في 7 يساوي، هنا عندي عملية قسمة، 98 تقسيم 2 49. معادلة الضرب أحولها إلى قسمة على 7، زد يساوي 49، والسبعة تحول للجهة الثانية تقسيم 7، لأنها ضرب صارت قسمة، والزد يساوي 7.